اجتماع موسع لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت وأعضاء الجمعية الوطنية والهبة الحضرمية الثانية. الاجتماع عقد بمدينة المكلا وترأسه عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء فرج البحسني، وناقش الأوضاع على الساحة المحلية وحضرموت على وجه الخصوص. مواقع وابوار الفساد موجوده في كل مكان، من حق المناضلين سواء كان داخل المجلس الانتقالي او في اطره ان يكشفوا هذا الفساد ويعروه ويناظروا من اجل قلاع الفساد. هذا حق مشروع، لا احد يقول شيء به، لكن ليس من حقنا ان نقول كل الناس اعدائنا. لا، مش كل الناس اعدائنا، في ناس بنختلف الحياة في الفكر في الرأي، لكن في الأخير هو يظل حضرمي ويظل جنوبي. النخبة الحضرمية لم تغب عن اجتماع كهذا، حيث أكد المجتمعون على دعم قوات النخبة وتعزيز تواجدها على كل تراب حضرموت، رافضين استحداث أو إدخال أي قوات مساندة للنخبة من خارج المحافظة. كما وقف الاجتماع على أهمية اللحمة الوطنية وناقش الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية. أكد دائما والنخبة هي صمام أمان حضرموت، سنظل إلى جنبها شعبا وقيادة وقوات مسلحة كاملة، والنخبة هي جزء من حضرموت وهي الأساس، ولا يستطيع حد أن يحرفها عن مسارها. النخبة الحضرمية هي من أبناء حضرموت، وكل بيت في النخبة الحضرمية، أتكلم كمرأة، كل بيت من النخبة في حضرموت في شخص في موجود يعني ينتمي إلى النخبة الحضرمية. إذن كلنا نجمع على عدم أن يكون هناك تفتيت النخبة الحضرمية أو إحلال محلها أو تطعيمها حسب ما يسمع ب يعني قوات أو أشخاص من خارج المحافظة. أكد هذا الاجتماع على ضرورة الالتفاف الشعبي، وهذا ما كان يحدث بالفعل في أرض حضرموت، بالالتفاف الشعبي حول النخبة الحضرمية، وأن النخبة الحضرمية خط أحمر لا يجب المساس بها. هي صاحبة المنجزات وهي صاحبة الأمن والاستقرار الذي تنعم به جميع مدن ساحل حضرموت على طول الشريط الساحلي. عملية تدعو إلى إدخال قوات أخرى إضافة إلى النخبة الحضرمية هي محاولة لزعزعة وخلخلة الأمن والاستقرار. لماذا أدخل قوة أخرى والأمور طيبة؟ نحن ندخل قوات أخرى مساندة وحلا لمشكلة، لكن لا مشكلة عندنا. فوجود هذه القوات لها أهداف أخرى، أهداف سياسية أخرى. يأتي هذا الاجتماع في ظل تردي الخدمات في المحافظات المحررة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وانهيار العملة المحلية. يأمل المواطن في اجتماعات كهذه أن تسهم ولو برفع القليل من معاناته. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا.